خال. أراهن ابن أختي. لبين ما أراهم بتكون قرد فاتحتنا يا خال. شايف هذا القصير لسمين؟ حامل معه بارودة صغيرة أوتوماتيك. إيه بس مو هو يلي بيقنص بالبارودة. إيه طويل، عنده إحساس بالسلاح، مسدسه صغير. القصير بيقلب بالجو والطويل بينهي القصة. كمل ابن أختي. هدول من النوع المريض يا خال. ما فيك تحكي معهم. إيه. شوف كيف بيقدروا يتفاهموا مع بعض من دون ما يحكوا ولا كلمة. وشو هي نقطة الضعف تبعهم؟ واحدهم بيكمل الثاني. إذا قدرنا نبعدهم عن بعض نقدر نخلص منهم. فصيل بيناتهم يا ابن أختي. أنت عم تطلع غلط يا ابن أختي. خالي لا تنسى، لا تنسى انه نحن يلي اخترنا المكان. خال خال قوم يلا. يلا خال امشي. طويل هو اللي جير. لازم نفصل بيناتهم. بنغير السيارة. هلأ الدنيا كلها رح تلحقنا يا خال. انت بتعمل العملة وبتورطني معك، بس ان شاء الله تكون تعرف شو عم تعمل. وين بنتو لكنان؟ بالاول خلينا نخلص من هدول يلي عم يلحقونا. يعني لازم نخلص من كل المدينة. حتى لو كانت المدينة بالنسبة لهم مجموعة من الحارات، بالنسبة لنا المدينة عنوان بنعرفه وبدنا نروح عليه. نحن مو رايحين مشان نقتل كنان، ليش عم نضيع وقتنا هيك؟ هذا كله من شاني يا ابن اختي. يلا يلا تحرك خلصني. راح نسكر. ها؟ طلع الوسخ من الرقم 5 وخلينا نسكر. ابني ليش هيك عم تتطلع؟ بدنا نسكر. احترامي يا خال. اهلا وسهلا. مرحبا اخي حميد. شو صاير معك سمنان زيادة؟ بس انا ما بعرفك مين انت. صح، انا رفيقه لعمر، كان يحكي عنك كثير وقت كنا جوا. تفضلوا. أهلا وسهلا. تفضلوا. أهلين. كان عمر شاب كويس بس ما بيخلوا يلي مثله يعيش. لازم يكون دمك معفن مثلي. بهي الحالة لازم الواحد يبعد عن المشاكل. ما هيك خال؟ شوف قاعد عم أعطيكم محاضرة كأني شي أستاذ. حميد الليلة نحن مالنا بعاد عن المشاكل. في عندك غرفة إلي ولا ابن أختي؟ استغفر الله يا خال، كلها إلك. تفضل تفضل. ماشي. كيف يا خال؟ تغيرت عليك شي؟ ايه. بعدني منيح ما هيك؟ شايف حميد هاد؟ ما حدا قدر يغلبه بالسجن ابدا. ما حدا بيمدح بحاله بس هالحكي صحيح. عمر خبرني هيك، قال لي انه انت علمته كيف يقاتل. صح، علمته كم حركة بس يعني ما كان رح يطلع منه ملاكم. كان قوي البنية وطويل بس كان وحيد. كان وحيد. قلبه رقيق هالخاله حساس. كان شاطر كتير بالحساب بس لما لازم يعاقب يلي مد ايده عليه ويضربه كان يتردد. يعني لو كان اليوم عايش عمر ما كان قدر ياخد بتاره. بس حميد هيك مثله ولا شو؟ حميد
حميد يلي بيضربه لحميد بيضربه أقوى منه بيكسر له راسه، ما هيك؟ هيك كنت وبعدني هيك يا خال. وقت بينزل حميد على الساحة ما بيعرف في الساحة حدا، لا عدو ولا صديق، ما هيك ولا غلطان؟ لا يا خال، إذا كان عم يقرب على شغلي فهذا عدوي. حميد ما انغلب ولا مرة يا إيزيل، بتعرف ليش؟ لأنه ما بيتردد أبداً أنه يضرب عدوه، حتى وقت يأمن له عدوه ويضير ظهره شي مرة، ما هيك يا حميد؟ صارت يا خال، معليش بتصير وقت المشاكل. صارت. بعدين اكتشف حميد مع الأيام أنه يضرب العدو من ورا ظهره غدر أسهل بكتير من أنه يضربه من قدام وش لوش. يا خال، أنت هيك بتكون قضيت علي على خير. لا تقلي ما بتعملها إيزيل، حميد صار شاطر كتير بهذا الأسلوب وبيلعبها، وصار محترف لدرجة أنه مستعد يطعني أنا الخال من ظهري. أنت شو عم تقول يا خال؟ عم أقول يا حميد، إذا قوصت رصاصتين بهذا الباب يلي هون، يا ترى رح يطلع منه روح ويقول أخ ولا ما في شيء؟ يا خال، بدك تموت يا خال، إذا ما رح تموت على إيدي حتموت على إيدي اللي جايين، حتموت يا خال، رح تموتوا كلكم يا خال، لو نفت من إيدينا هلأ رح تموتوا بعدين يا خال. أنت لهلأ ما فهمت ليش نحن هون يا حميد الخاين؟ أنا رح أهرب هلأ، والخواني اللي مثلك رح يصيروا بدهم يرفعوا راسهم، ورح يجي إيزيل من بعدي يقطع روسهم ويورجيكم كيف تغلطوا. خال، قول اسمه سمعني، اسم الرجال يلي بده يكسر لكم راسكم ويورجيكم قيمتكم، إيزيل قول. خال بلاها، كم مرة بدي أرجع عدلك إياها، ما عم أعمل شي من شاني، سمعني اسمه إيزيل، يلا قولوا إيزيل. قول إيزيل مرة تانية، يلا إيزيل، قول إيزيل. شو عم تعمل خال؟ ليش؟ ليش هيك عملت لي؟ الأنفاس يلي عم يموتوا هالأيام كتير قوية ومسموعة يا ابن أختي، إذا كان شي خاين عم يموت تحت السكين وصار يقول اسمك وهو خايف، باقي هزبالة رح تخاف كتير من هذا الاسم وتهرب. ها إيزيل، تعرف كيف رح نطلع من هون؟ تعرف يا خال؟ ما بعرف بصفة الخال رامز من دون نفس ومن دون صوت ومن دون ظل ومن دون ريحة الحياة، دخلت هاي المدينة من دون ما يكون معي الخال رامز، كان جوات تمي نار عم تحترق، طلعت سيجارة وشعلتها وربطت الجرافة تبعي ومسحت العفو صباطي وسألت بصوت عالي، أنا الخال رامز كيف طالع؟ عن جد كيف أحوالك يا خال رامز؟ منيح. اي مرحبا يا شباب. أهلين خال، كيفك خال؟ مرحبا، تسلم لي. الحمد لله، كيفك وكيف الأحوال؟ الله معك، تعيش يا خال. ليش عم تطول الطريق علينا؟ أهلا وسهلا بالخال. أهلين فيك. ليش ما منروح دغري لعند البنت؟ لأنه في شغلات لازم نحلها قبل، مشان هيك. ليش؟ شو في لسه خال غير هيك؟ مرحبا، لسه لازم أعرفك على شخص بيهمني. عم تحكي جد؟ ايه عم أحكي جد. ورانا في ناس بدهن يانا وبعطين أكتر ناس مجرمين، شلون بدي أقدر أحميك أنا؟ اجينا على أرضنا يا ابن أختي، اجينا على أرضنا.